الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أحمده سبحانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى والرسول المجتبى خير الأنام والورى وخير من وطئ الثرى محمد بن عبد الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه، وأشهد أن محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، فإن الله تبارك وتعالى خلق الموت والحياة، فقال جل وعلا في كتابه العزيز: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فكما أن الحياة مخلوقة فإن الموت أيضا مخلوق، وإن الموت أيضا مخلوق، وكما أن الناس يموتون فإن الموت نفسه يموت. جاء في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش بين الجنة والنار، فيذبح بينهما، فيذبح الموت بينهما، فيقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وقد تحدثنا في الخطبة الماضية عن الموت وسكراته وهوله وأهواله، وإنما هي حكاية حال، والأمر أعظم وأفظع وأشد وأهول، فإنه ليس كمن رأى كمن سمع، فإنه ليس من رأى كمن سمع، ولا يرى سكرات الموت إلا الميت. وإنما نحدث عما أخبرنا به الله عز وجل وأخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم من هول الموت ومطلعه وسكرات الموت وأهوالها. فما الذي يحدث بعد الموت؟ فما الذي يحدث بعد الموت؟ ما الذي يجري لهذا الإنسان بعد الموت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إن أحدكم إذا مات أخذت روحه وروحه ملائكة ملكان فيصعدانها، وذكر من ريحها وطيبها ومسكها، فيقول أهل السماء: ريح طيبة جاءت من الأرض، صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه. فيقول الله عز وجل: اذهبوا به إلى الأجل، أي حتى يأتي يوم القيامة، حتى ينفخ في الصور. وإن العبد المنافق والكافر تأخذ روحه ملكان فيصعدانه إلى السماء، فيقول أهل السماء: ريح خبيثة، وذكروا من نتنها. فيقول الله عز وجل: اذهبوا به إلى الأجل. هذا في بعد خروج الروح مباشرة، بعد خروج الروح مباشرة تأخذ هذه الروح ملكان من ملائكة الله عز وجل فيصعدان بها إلى السماء. جاء في حديث البراء بن عازب في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا يؤتى بها إلى باب من أبواب السماء إلا صلوا عليها وفتحوا لها أبوابها.
حتى إذا عرجوا بها إلى الله تبارك وتعالى قال الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. وأما العبد المنافق أو الكافر فلا تفتح لهم أبواب السماء. قال الله عز وجل: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في سجين، في أسفل أرض. اكتبوا كتاب عبدي في سجين في أسفل أرض، فيرجعان بها وفي رواية فيلقيانها، وفي رواية فيرميانها. قال الله تعالى وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق حتى تعود روحه إلى جسده. وهي لحظات يسيرات بعد الموت مباشرة، قبل الغسل والتكفين، قبل الدفن والصلاة. فإذا دفنوها، فإذا كفنوها وحملوها وذهبوا بها إلى القبور لتدفن في قبرها، قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إن الجنازة إذا وضعت، أي على النعش، واحتملها الرجال على الأعناق، قالت إن كانت صالحة قالت: قدموني 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 قدموني. وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق، لخر صريعا. يسمع صوتها وهي تقول: ويلها، أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان صوتها لصعق. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن كانت صالحة فخير تقدمونه لها، وإن كانت غير صالحة فشر تضعونه عن أعناقكم. أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بدفنها، إن كانت صالحة فخير تقدمونه لها، روح وريحان ورب غير غضبان، وإن كانت غير صالحة فشر تضعونه عن رقابكم. فإذا دفنت وهيل عليها التراب داخل قبرها، قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أحدكم إذا وضع في قبره ودفن في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، وتولى، ذهبوا عنه، تركوه وحيدا. إن أحدكم إذا وضع في قبره ودفن وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولون له، فيقولان له: ما تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما تقولان في هذا الرجل محمد؟ وفي رواية وفي حديث البراء بن عازب: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ سؤال مكشوف وامتحان مكشوف وإجابته معروفة، وهي في الدنيا محفوظة ومعلومة. فيقعدانه فيقولان له: ما تقول في هذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: هو عبد محمد عبد الله ورسوله،
هو محمد عبد الله ورسوله، فيقولان له: نم قريرا، فقد علمنا إن كنت لمؤمنا موقنا. وأما الكافر والمنافق فيقولان له: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: كنت أقول ما يقوله الناس. وفي حديث البراء بن عازب يقول: لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلته، كنت أردد معهم أشهد أن لا إله إلا الله، وأردد معهم أشهد أن محمدا رسول الله، لكنه عادى لا إله إلا الله، عادى محمدا رسول الله، لكنه عادى دين الله، لكنه حارب شرع الله، لكنه اعترض على أمر الله. كنت أسمع الناس يقولون شيئا، ليس فقط يسمع، بل قال: كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلته. وفي الصحيحين: كنت أقول ما يقول الناس، أقول ما يقول الناس. قيل في معناها: كنت أقول ما يقول الناس، أي أردد الشهادتين، لكني لم أعمل بمقتضاها. وقيل: كنت أقول ما يقوله الناس، كنت أردد الشعارات الجاهلية والعبارات الضالة والكلمات المنحرفة، كنت أقول ما يقوله الناس من الضلال والكفر والضياع، ما يقوله الناس، وضع تحتها آلاف الخطوط. فهو مع الناس، فهو مع الأكثرية، فهو مع الغالبية، ضالة كانت أو صالحة كانت. كنت أقول ما يقوله الناس، وهو ليس رأسا، ليس رأسا من رؤوسهم، إنما يقول ما يقولونه، لا ينفعونه ولا ينجونه ولا ينقذونه ولا يغيثونه ولا يخلصونه. كنت أقول ما يقوله الناس، أردد ما يردد الناس. كنت أقول ما يقول الناس، فيقولان له: لا دريت ولا تليت. فيضربانه بمرزبة يصيح منها صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلان. فيضربانه بمرزبة فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلان، إلا الجن والإنس لا يسمعان صوت صياحه، لكن البهائم تسمع، والأرض تسمع، والملائكة تسمع، وكل حجر والشجر تسمع، يسمعها كل شيء إلا الإنسان. لماذا؟ رحمة به. جاء في الصحيح عند البخاري رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما على بغلته يسير، فمالت به بغلته حتى كاد أن يسقط عنها، وإذا ستة أو سبعة قبور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن هذه القبور؟ فقيل: يا رسول الله، إنها قبور المشركين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، ولولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي سمعت. لولا أن تدافنوا، لولا أن يدفن بعضكم بعضا حيا من هول ما يسمعون من أصوات القبور، من عذاب أهل القبور، من صياح المعذبين في القبور. قال: لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي سمعت. مالت به بغلته، البغلة سمعت صوت الذين يعذبون في القبور، فمالت، نفرت نفرة شديدة، حتى كاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسقط عنها.
وسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت المعذبين في القبور، فإن الله تبارك وتعالى أعطى نبينا صلى الله عليه وسلم من الخصائص ما لم يعطه لعامة الناس، والأنبياء في ذلك ليسوا كسائر البشر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما أحدهما الآخر فكان لا يستتر من بوله، لا يتنظف من بوله النظافة المطلوبة. إنهما ليعذبان، مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان. إما أنه صلى الله عليه وسلم رآهما وهما يعذبان، أو سمع صوتهما وهما يعذبان، أو أن الله جل وعلا أوحى إليه أن أصحاب هذين القبرين يعذبان الآن، فقال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى إنه كبير. وما يعذبان في كبير في نظر عامة الناس، في نظر عامة الناس ليس أمرا كبيرا، أمرا تافها، ولكنه عند الله كبير. قال الله عز وجل: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يبالي، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرقين. إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يبالي، وفي رواية في الصحيحين: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها. يظنها كلمة يسيرة، يظنها كلمة حقيرة، يظنها كلمة تافهة، يظنها كلمة لم تفعل له عند الله عز وجل شيئا. ويقولون: لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم. وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. يقولان له: من ربك؟ ما دينه؟ ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله، ديني الإسلام، نبيي محمد صلى الله عليه وسلم. حديث البراء بن عازب في مسند الإمام أحمد، يقولها بعزة وشموخ، بثبات ويقين. هناك لا يتكلم العقل، هناك ينطق اللسان بما كان يقطع منه من أعمال. هناك عقله لا يتكلم، تتكلم أعلى أعماله ويترجم لسانه مهما كان يردد في الدنيا من ترديد، ومهما كان يقول في الدنيا من كلام. فالله عز وجل أعلم بالصادقين، وأعلم بالشاكرين، وأعلم بالمؤمنين، وأعلم بالمنافقين، وأعلم بالفاجرين، وأعلم بالكافرين. لا يخدع تبارك وتعالى. لئن خدعت الناس في الدنيا، لئن خدع الناس بنا في الدنيا، فإننا لا نخفى على الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. إن الذين يلحدون في آياتنا، يعترضون على آياتنا، يعارضون آياتنا، يحرفون آياتنا، يلغون آياتنا، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. الله يقول: لا يخفون علينا. الله يقول: لا يخفون علينا. وقال الله عز وجل: والله أعلم بما يبيتون. والله عز وجل قال: وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إذ يبيتون ليلا من البيات. فالمؤامرات على الله وعلى رسوله وعلى دينه وعلى المؤمنين كثيرا وغالبا
ما تكون في أسحار الليالي، ما تكون في هجيع الليل وهو معهم. قال تعالى: وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. قال الله تبارك وتعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. أحصاه الله، أحصاه ليس مجملا وإنما محصيا، كلمة كلمة، حرفا حرفا، عبارة عبارة، جملة جملة. أحصاه، أحصاه إحصاء تبارك وتعالى، أحصاه، أحصاه الله ونسوه، نسوا ما قدمت أيديهم. فإذا جاءوا يوم القيامة نشرت لهم الصحف، ووضعت لهم الدواوين، ووضع الكتاب، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أسأل الله تعالى أن يلطف بنا، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور البر الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هناك في القبر لن تجد جليسا إلا عمله، ولن تجد أنيسا إلا عمله. هناك في القبر لا صديق ولا صاحب، لا أم ولا أب. قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره، ثم أماته فأقبره. وضعه في القبر، حبسه في القبر، كلا، قال رب ارجعون، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. برزخ هو القبر، سمي بالبرزخ لأنه مكان وموضع بين الدنيا والآخرة. قال الله تعالى عن البحرين، عن النهر والبحر: بينهما برزخ لا يبغيان، فلا النهر يدخل على ماء البحر ولا البحر يدخل على ماء النهر، بينهما برزخ، شريط دقيق، حاجز وفاصل. فالقبر برزخ بين الدنيا وبين الآخرة، إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار والعياذ بالله. فالقبر مرآتك في الدنيا، فكيف تكون في الدنيا تكون حالك في القبر، وكيف تكون في الدنيا يكون نعيمك أو عذابك في القبر. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى بل لحيته، فقيل له: يا عثمان، إذا ذكرت الجنة والنار لم تبكي، وإذا وقفت على القبر، وإذا وقفت على هذا أي على القبر، بكيت. فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه كان ما بعده أيسر، وإن لم ينج منه كان ما بعده أشد منه. إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه كان ما بعده أيسر وأهون، وإن لم ينج منه
كان ما بعده أشد، أشد وأعظم. فالقبر أول منزل وأول مكان وأول مرحلة من مراحل الآخرة. حينما يدخل الإنسان في قبره ويسأل عن عمله، فإن كان صالحاً نعم وفتح له باب من أبواب الجنة، فيأتيه من نعيمها وروحها وريحانها وطيبها، ويكون بجواره عمله الصالح أنيساً وجليساً. وأما إن لم يكن من الصالحين فتح له باب من النار، فيأتيه من عذابها ومن قشبها ومن نتنها ومن وهجها ومن حرها. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا وضع في قبره يقال له كل يوم: هذا مقعدك من أهل الجنة إن كان من أهل الجنة، ويقال له: هذا مقعدك من النار إن كان من أهل النار. كل يوم، كل يوم، كل يوم يصبح عليه في قبره يقال له: هذا مكانك في الجنة، هذا مقعدك، هذا مقعدك في الجنة. بشارة له، تأنيسا له، لأن مكثه في قبره طويل، فتؤنسه الملائكة وتبشره الملائكة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، رسلا من غفور رحيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يختم بالصالحات أعمالنا، وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نسألك حبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك، اللهم إنا نسألك حبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك، اللهم إنا نسألك حبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وعلى القول الصالح والسنة، ولا إله إلا الله توفنا وأنت راض عنا. اللهم ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا عن بابك مطرودا. اللهم اجعلنا لدينك أنصارا، اللهم اجعلنا لدينك أنصارا، اللهم اجعلنا لدينك أنصارا، اللهم اجعلنا بأمرك عاملين ولأمرك مستجيبين ولشريعتك متواضعين ولحكمك ذليلين. اللهم إنا نعوذ بك أن نعترض على حكمك أو أن نعترض على شرعك أو أن نكذب بدينك. اللهم نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك أنا رضينا بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أجمعين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.